محمد، آخر مرة صادفتك فيها حكينا عن موضوع التمثيل، صح؟ وأنا اللي شايفك مثل أروى، يعني كمان مشعب حالك. إيه يعني؟ والله أنا يعني رايدين من عندي أمثل ودرست، بس يعني مين هم اللي رايدين؟ يعني منتجين وشركات. هل الشغلة لو إجا هلأ منتج وقال لي تعا قوم اسبح مثلا؟ لا، يعني هي فكرة عرضت علي، درستها مو غلط. يعني أنت من جوا حاسس أنك بدك تمثل؟ طبعا، يعني شيء بس تمثيل موهبه بتيجي بتخلق مع، يعني هلا هي من هي طفله يمكن كانت تمثل على عيلتها وبين البنات. لا زلت بمثل. لا علاقه موهبه او موهبه شلون موهبه الغناء بتصير دراسه؟ بس اي دراسه، تصير دراسه. ناوي تمثل؟ طبعا.